بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور عمرو زامل. ان شاء الله في الفيديو ده يا شباب هنتعرف مع بعض عن الداتا والسيجنال من ناحية الكوميونيكيشن والنتورك، والجزء ده موجود في شابتر 3 في مرجع اسمه الداتا كوميونيكيشن اند نتورك الفورث اديشن، والسلايد دي متاخدة من المرجع ده والاوريجينال كوبي بتاعها، وبرضك دي كريدت للدكتور احمد حلمي زميلي العزيز في كليه هندسه جامعه الزقازيق. فتعالوا مع بعض نشوف خصائص الداتا والسيجنال من ناحيه الكوميونيكيشن نتورك، واهم الحاجات اللي تهمنا واحنا بنبعت الداتا او السيجنال دي في الكوميونيكيشن او اثناء النتورك نفسها. فاول حاجه هنتكلم عليها يا شباب ثلاث خصائص اللي هنناقشهم في الاول، اللي هو الاتنويشن والديستورشن والنويز. دي من اهم الخصائص اللي بتهمنا اثناء الترانسميشن. الترانسميشن امبورتانس بيهمك وانت بتبعت السيجنال خلال الترانسميشن ميديا، بيهمك الخصائص دي، لان السيجنال الميديا مش دايما بتوصل لك الداتا زي ما هي، بيبقى فيه بعض النويز فيها او الاتنويشن او الديستورشن اللي بتكون فيها. فتعالوا نعرف الثلاث خصائص دول مع بعض وازاي بتأثر معانا واحنا بننقل الداتا. فهنتكلم دلوقتي اهم ثلاث حاجات او اكتر ثلاث مشاكل بيكونوا في الميديا عندنا، اللي هو الاتنويشن والديستورشن والنويز. الاتنويشن بسيط جدا، انك نتيجة انك الكابل ده له مقاومة، فالسيجنال بيبقى لها باور، فبتفقد الباور اثناء وهي ماشية في الترانسميشن ميديا بتاعتك، فبيحصل لها اتنويشن، بيحصل لها الباور بتاعتها في جزء منها بينخفض، فلازم تحط لها امبليفاير عشان تبدا ترجعها. فدي الاتنويشن معناها انك بتفقد لوس اوف انرجي. الاتنويشن لما نيجي نقيسها عاوزين نعرف احنا فقدنا باور قد ايه، فبتتقاس بوحده اسمها الديسيبل. طبعا هو بتبقى ريليتيف، بتميجر ريليتيف، يعني انت بتشوف الباور عند الريسيفر كام، بي 2 على بي 1، يعني المفروض تقسم بي 2 على بي 1، بس بنحولها لوحدة اسمها الديسيبل اللي هي بتبقى باللوغاريت، اللي هي 10 لوج 10 لبي 2 على بي 1، حيث ان بي 2 دي الباور اللي بتستقبلها وبي 1 اللي هي عند السندر. هي بتبقى حاجة ريليتيف، انك بتقسم الباور اللي انت استقبلتها على الباور اللي انت بعتها، فبالتالي لو حصل لها اتنويشن، حصل لها فقد، فالقيمة دي هتلاقيها ان الباور عند الريسيفر هتلاقيها اقل من الباور عند السندر، تمام؟ وبالتالي لما تيجي تجيب لها اللوج هتلاقيها بالنيجاتيف، هتلاقي لما تيجي تحولها لديسيبل هتلاقيها بالنيجاتيف، فمعناها انك فقدت طاقة، ماشي؟ فدي الفكرة بتاعت الاتنويشن، بنقيسها كده، والقانون بتاعها بنقيسها بالديسيبل اللي هو 10 لوج بي 2 على بي 1. في ناس بتقيسها ساعات في بعض الكتب وبعض المراجع بتقيسها من ناحية الفولت. لو هتقيس فولت اللي انت بتقيسه، لو انت عاوز تقيس فولت مش باور، هتقول بي 2 على بي 1، بس الفولت بنحط هنا 20. طب جت ليه 20 مش 10؟ لان لو انتوا عارفين ان الباور بتتناسب مع في تربيع، المفروض الباور بتساوي في تربيع على ار، تمام؟ فدي فكره الباور بتناسب مع في تربيع، فالمفروض لو انت هتقسم في تربيع وشلت الباور حطيت في، هتبقى في 2 تربيع على في 1 تربيع، وطبعا لما تحط تربيع الكل هتبدا تطلع لك الاثنين دي اس، فاللوج هتطلعها لك بره، فيطلع لك 20 لوج 2 في 2 على بي 1. فبالتالي لو هتشتغل باور يبقى 10 لوج بي 2 اللي هي عند الريسيفر على بي 1 اللي هي عند السندر. لو هتشتغل فولت هتبقى 20 لوج 10 في 2 على بي 1. ناخد اكزامبل كده عشان بس نوضح الكلام ده بيتقاس ازاي والارقام معناها ايه. اهم من الارقام انك تفهم معنى الارقام معناها ايه. فسبوز ا سنجل ترافل ثرو ا ترانسميشن ميديا، هنفترض ان في ميديا، في سيجنال ماشيه في ميديا، اتس باور ريديوسد تو هاف، يعني نزلت للنص، معناها ان الباور عند السندر بقى نص الباور عند الريسيفر. يعني هنجيبها كرقم هتبقى 10 لوج نص بي 1 على بي 1، على اساس ان الباور عند الريسيفر بقت النص. طبعا بي 1 هتطير مع بي 1 هتبقى 10 لوج نص، فتيجي تحسبها هيطلع لك سالب 3 دي بي، فمعناها ان هي فقدت. اولا السالب ده معناه ان هي فقدت 3 دي بي، معناه ان هو النص، وجات ال 3 دي لما احنا جبنا لوج ضربنا 10 لوج 10 في نص، فطلعت لنا سالب 3 دي بي. فمعناها سالب 3 دي سالب، معناها ان هي ريديوسد، و3 معناها ان قلت للنص،
تمام. طب لو هي بوزيتيف بقى 3 دي بي معناها ان هي اتضعفت، ماشي، ان عملت لها انت امبليفيكيشن فضعفتها، تمام. فمعناها السالب، سالب 3 دي بي معناها ان هي لوس اوف 3 دي بي، ومعناها ايكويفالنت انك نزلت للنص. طب 3 دي بي بس معناها انك ضربتها بقى ايه؟ معناها انك ضربتها السيجنال، كبرتها في 2. مثال تاني، سبوز ان احنا عندنا باور از انكريز باي 10 تايم، يعني دلوقتي انكريز، انكريز طبعا انت عملت له امبليفاير بالتاكيد، يعني